تجهيز المشروع من الملابس اللي بتعمل. احنا هنا بالنسبه للمشروع، المشروع مضم مساحه مسطح مباني، مضم على مساحه 8600 متر مسطح. المساحه الكليه للمشروع 9000 متر 225. عندنا في عدد 108 محل من عدد الانقراض اللي هو المحلات الشبابيه المحلات الاستثماري، وعندنا عدد 218 محل للمحلات اللي هو احنا بنسميها تجار الباله او تجار الملابس المستعمله. احنا عندنا هنا المول مقام على مستوى، موجود عندنا اليفيتورز المصاعد، موجود 10 مصاعد متوزعه على كل المباني عشان تخدم الزوار بحيث ما يبقاش الضغط كله على السلالم العاديه. عندنا كمان 4 سلم كهربائي برضو متوزعين كل المشروع. المشروع عندنا الدور الارضي والدور الاول كلهم بيسلموا بعض عن طريق المصاعد والسلالم الكهرباء والسلالم برضو العاديه اللي هي الخرسانات. عندنا برضو عندنا في طبعا المناظر الجماليه بالنسبه للواجهات، التصميم المعماري كان طلبوا سياده الوزير المحافظ ان احنا نهتم بالتصميم المعماري، ان يبقى الموضوع المول عملي وفي نفس الوقت شكله جميل. دي حضرتك كده بقى تشطيبات نهائيه؟ ده مهم الحل بتاع البلد، طبعا بتشطب على اعلى مستوى بالنسبه للدهان قوم غسيل، طبعا بيبقى فيه اختلاف عشان ما يتبهدلش ولا يطلب الرطوبه والكلام ده كله. المحل كله المحلات كلها بالكامل بتسلم البلاطه السيراميك بكشافاتها وكل حاجه. المحل هيستلم المجاميع وبرضه الواجهه السكوريه بتاعته ببابه وتمريضه، وهيستلم مفتاحه وهيحط بتاعته ويشتغل على طول ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى.